المقبل. وإلى جريدة الوطن، المستوردين 15% زيادة في أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع الدولار. سجلت أسعار الدولار ارتفاعا في السوق السوداء لليوم الثالث على التوالي لتصل إلى 770 قرشا و714 قرشا لدى البنوك. قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قال أن أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ارتفعت بنحو 15% مدفوعة بالارتفاعات المتتالية لأسعار الدولار، إضافة إلى عدم قدرة البنوك المصرية على تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد منذ 3 أشهر كاملين.